الخبر الأول اللي عادنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة أنس وأصالة وخفهم لكلمة الله من الكومنتات اللي عادهم. أما 9-7 عمود يمنعوا المتابعين منه يشهدون على كلمة الله أما جمعوا شوية لايكات بالكومنتات. أما بالنسبة للي لو ندخل آخر مقطع نزلوا ونزل بيعت تعليقات ونكتب اسم الله بعد نروح على كلمة تحت ثواني عمود أفضل تعليق وتعليق الأشخاص القوارية بعد ما فضلهم زين نحن غير الحساب عم نشوف هل التعليق حيطلع للناس أو لا بعد ما غير الحساب ونزل نبيع تعليق ونروح على كلمة تحت ثواني راح نشوف إنه تعليق مظهر وما تعليق هذول أشخاص ثانيين ظهر. بكتبوا أحباب بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبر وحركة خفهم لكلمة الله من الكومنتات اللي عادهم. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هو نور مافرد وما نزل على سبب الانستغرام شوية تستورد بهذه الاستوريات، أول شيء كان يعني من خلالها إنه راح ينزل مقطع اليوم الساعة بالأربعة على قناته باليوتيوب، أما بالنسبة الثاني شيء فيطلب من المتابعين أن يحطوا اللايكات بشكل مو طبيعي على المقطع ويعلقون بشكل مو طبيعي، وثالث شيء نزل هذا الستوري، اللي شكله من المقطع حيكون له علاقة بالزواج، بل هو حيكون زواج نور ما راح أحطكم الستوريات اللي حاب نشوفها كامل. بعد مناقشات وتفحصات وتحريات قررت انه انزلكم الفيديو بكره، بس هذا الفيديو تعذبت عليه كتير يا جماعه، فلايك لازم ياخذ حقه كتير، بدي بكره اول مره نعمل هالشي، ركزوا معي. الفيديو كتير حلو يا جماعه لدرجه انك ما راح تحس بالوقت، ما راح تحس بالوقت، فانا بتمنى انكم ما تكروا ولا تختصروا ولا شيء، تفرجوا عليه ثانيه ثانيه لانه انت راح تحب، لانه كل ثانيه محطوط فيها شيء، وانت راح تحبه. وطبعا ما ننسى انه بكره لازم نعلق عليه تعليقات ما تعلقت على القناه ابدا، عشان بركي يطلع ترند ونحط له كلاتنا لايك ايد واحده وننشره بكل مكان. الفيديو كتير حلو وانت تلقائي من نفسك راح تشوفه حلو فراح تعمل هذا الشيء. اليوتيوبر الثاني هدفه هو مملكة المشاهير والمقطع النار اللي حينزل اليوم اللي راح يكون واحد من اليوتيوبر الكبار اللي حيكشف لنا بحقيقة نارين بيوتي وغيرها من اليوتيوبر الكبار. ولكن حبايب اول ما توصل حلقة محمد دجوان ال 50,000 مشاهدة راح احطكم اياها بالوصف اتمنى الكل يروح يشوفها. سوينا مقابلة يا محمد دجوان وسالنا اسئلة على بيسان وغيرها راح احطكم رابط بالوصف اول ما توصل 50,000 مشاهدة راح انزلكم المقطع الناري ويا اليوتيوبر الجديد اليوم. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات مين تتوقعون اليوتيوبر اللي حنزل له وياه اليوم المقابلة. الخبر الثالث اللي عدنا عن باريتيوب وصول قناته باليوتيوب لل 7 مليون متابع فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب وطبعا لا تنسوني حبايب انه تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وتهجمهم على نور ستارز فنور ستارز نزل حسبها بالانستغرام هذا البوست وبهذا البوست كان بهذه الصوره فكان عدد كل الكومنتات اللي تهجموا عليها شو يقولها انتم ما نزلتش على فلسطين اللي بعد ما تهجموا عليه فانت مجرد خايف من الموضوع مو خاصه او متضامن الموضوع وبعد زياده اليوتيوبر عنده 800,000 مشترك وهذه الصوره تهجم بها على نور ستارز ولكن مسحها الستوري اللي ذكر بها اسمها ولكن بعد نزل شويه ستوريات يتهجم عليها بقول انه ما راح انزل اخلاقه ومن هذا الكلام راح احطكم الستوريات اللي حابب نشوفها كامل. يا جماعة بس بدي احكي كلمتين سريعين تمام؟ ما يجي حدا يستشرف علينا لا فئة كتير صغيرة من الناس نحن وقدنا ننشر نشرت ما بدي انا كل واحد يبعث لي مسج اعمل له سكرين شوت ورجيني انا نشرت ولا انا زعلان ولا انا مالي زعلان ولا 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 نحن بالنهاية فلسطين بقلبنا ان حكيتوا ولا ما حكيتوا نحن بنعمل اللي علينا نحن بننشر ولكن هيك عالم والله العظيم اقسم بعزة الله انه شيء ما بعرف شو بدي احكي على كل حال هدول الكلمتين بعتذر عن هذا الحكي لفئة كتير صغيرة من الناس بس نهاية ما بدي اطول كتير بالاحاديث انا بعرف حالي شو نزلت وانا بعرف حالي شو محبتي لفلسطين فلسطين هي بلدنا الثانية بس ما بعرف شو بدي احكي بس هاي نسخة من المسجات حطيت لكم اياها اكثر من هيك ما عاد صفي حكي الاخلاق اللي عم تطلع من بعض الناس شيء بيرفع الراس بعض الناس تفكيرهم جدا سخيف انه انا حطيت صوره طلعت حكيت كم كلمه عملت هذا خلص انا معناتها انا خلص اوكي تمام مش شيء بالقلب مش شيء انه الواحد متضايق من قلبه لا انا حطيت صوره خلص معناتها انا اوكي تمام بس هذا هو الموضوع ما بعرف شو بدي احكي شوفوا السخافه لوين على كل حال يا جماعة بعتذر لأني عصبت شوي ومثل ما أنتوا طلبتوا مني رح أمسح الستوري اللي حاطت فيها اللي ظاهر فيها اسمها مشان ما نكون نحن أخلاقنا مثل أخلاقها وبالنهاية الله يحمي كل العالم والله يحمي كل البلاد العربية والله يرفع الظلم والله يحمي العالم كلياته وبس. الخبر الخامس اللي عاد عن تهجم المشاهير واليوتيوبر على فهد سال، ففهد سال نزل على سبب الانستغرام شويه صورة صراحه ما راح احطكم اياها لان ستوريات تافهه، قاعد يقول بها ان القضيه الفلسطينيه مو مهمه ولازم نهتم بها ومن هذا الكلام انه قضايا اهم وبصراحه كلام كلش تافه، فهم اليوتيوبر طلعوا وانتقدوا وتهجموا عليه، واللي منهم ناجي القاق واحمد ابو الرب اللي نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات صاروا يتهجموا بها عليهم، طبعا ملاحظه يا حبايب هواي من اليوتيوبر باقيين هم يتهجموا على فهد سال مثل ريماستوب وغيرها من اليوتيوبر ولكن راح احط لكم مجرد هذول الستوريات اللي حابين نشوفها كامل هم قاعدين يردون عليه بشكل منطقي. بالنسبه لفهد سال من امبارح عم تبعتوا لي الستوري تبعه سيبوكم منه انت ليش بدك تناقش حمار في بنطلون واحد بيقول لك الاسلام والرسول وهم عم بيحرقوا المسجد الاقصى
متخلف هذا. كمان هذا بس بده يعمل حاله مثقف زيادة. بده يعمل حاله إنه هو فهمان. عارفين إيش بكون من واحد صار له 20 سنة على اليوتيوب اليوم بيعمل تحدي لهجات؟ هذا 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 مطي مطي في رخصة. هذا شو قصة فهد؟ فهد يا سيد العزيز قال كلام مستفز. أنا أقول لكم ليش. زي ما أول شيء أول نقطة حكاها بقول لك في قضايا في العالم أكبر من قضية فلسطينية وفي ناس عم بتظلم أكثر. Which is yeah. يعني ما بقدر الظلم مش إشي له حدود. ما بنعرف لوين ممكن يوصل في العالم. بس الفكرة إنه في حملة عامة في العالم كله. ناس من كل أنحاء العالم قاعدين بنشروا عن فلسطين. يجي فهد سال. بيقول لك مش فارقة معي هسا إنه هذا الزلم يصير يكرهني. لأنه حاليا أنا أقل اهتماماتي اليوتيوبرز وحبهم إلي. أتوقع واضح يعني. بس يا أخي طريقة كلامه مستفزة. هو هيك طريقة كلامه بتحسك إنه هو إنسان خاتم بالثقافة والعلم. وإنت كمشاهد إنت عبارة عن فسوة. وهو كل شوي إنه يطلع لك كلمة إنجليزي. Because it is not really... كمان من النقاط اللي حكاها بقولك أنا عشان أدعم قضية لناس لازم أعرف تاريخ القضية وتاريخهم. بس حاب أحكي لك ما أنت ناس عم نظلموا عم بتقتلوا اليوم عم بتقتلوا يعني الله يرحم كل شهيد. و يعني مش لازم تعرف تاريخ فلسطين عشان تدعم فلسطين. لايك اوكي كويس يعني بس اشك انه في حدا بيعرف كل تاريخ البلد. بلد تاريخها كثير كبير. القدس مثلا القدس موجوده من قبل الميلاد مان. في شغله كمان انه هاي القضيه قضيه اسلاميه خصوصا موضوع الاقصى قضيه اسلاميه مش قضيه عربية. ولما تصير قضية إسلامية معناته في فوق المليار إنسان في العالم مهتم بهالقضية. منهم ناس من الهند باكستان أفغانستان تركيا مهتمين بالأقصى. يجيك فهد سال بكلامه no, this is PR. روح انجليزي يا زلمي استفز. أطفال قاعدين بيموتوا هو طالع يحكي لي بالإنجليزي no, إحنا لازم نعرف تاريخه نطم يا زلمي. أخيرا وليس آخرا يا جماعة فهد سال تبرع. كي حكي في ستوري إنه تبرع بالخفاء ب50,000 ريال. ما شاء الله أول شيء جد شكرا إنك عملتها بالخفاء. الحلو إنه في الخفاء ما حد بيعرف إنك تبرعت. فجد يا زلمة إنه جد أنت عظيم قدرت تعمل كل هاد بالخفاء ما شاء الله عنك. وأنا مو فاهم ليش احتاج إنه يحكي هذا الموضوع. يعني واحد لما يعمل إشي بالخفاء بيعمله عشان ربنا إجازيه مش عشان الناس يحكوا عنه كويس. الطريقة اللي حكاها فيها بحسك انه نزل عطاء فاير بنى فلسطيني جديدة ب50,000 ريال تبعته. سوش طبيعي زلمان. اسمعوا كمية الاستفزاز اللي استفزني اياها اقسم بالله قمت اركض بالبيت. ياش طبيعي مبدع يعني لو انه متعمد هيك يعمل ما بتطلع معه زي هيك. سفاح يعني ما شاء الله والله انه عظيم الزلمان. وبس والله حبايبنا صارت المقطع اللي تنسون حلقة محمد جواني بالوصف. وبس كانكم فايز زي ما قلت من القصص راح تطولون لك تشتركوا بالقناة ومع السلامة.